رسائل دبلوماسية تتوالى إلى لبنان تباعا. نرجوكم، الوضع خطير ولم يعد يحتمل. ليس أمامكم سوى أيام قليلة قبل الوصول إلى موعد الانهيار الكامل للبنان اقتصاديا وماليا. مع شغور رئاسي وحكومي مستعص على الحلول بل لا شيء يمنعه من أن يطول ويطول، تحذر أوساط دبلوماسية من مغبة دخولنا مرحلة السقوط الأكبر، حيث لا تعود هنالك إمكانية للصمود. وهذا ما يعبر عنه أيضا الخبراء الاقتصاديون والماليون من مخاوف كبيرة ستحيط بلبنان في الفصل الأول من السنة الجديدة. فإذا لم ينتخب رئيس جديد وتتشكل حكومة وتباشر بمهمة إنقاذية وإصلاحية، فهذا الفصل حتما سيكون موعد الانهيار الكامل للبنان. الجميع سياسيين واقتصاديين يخشون من الأيام القادمة، لا سيما الربع الأول من العام 2023 بعد انقضاء الأعياد المجيدي، لا سيما ونحن نتحدث عن كتلة نقدية متضخمة قرابة 70 تريليون، ولا أحد يعرف يلجمها في قادم الأيام في ظل احتياطي محدد ودقيق جدا لمصرف لبنان. تقرير البنك الدولي الأخير يتحدث عن انكماش في الاقتصاد، الاقتصاد هو أصلا منكمش، يعني كان 55 مليار هو اليوم تحت 17 مليار، وبالتالي يتحدث البنك الدولي عن نسبة انكماش تقارب ماينس 5.4 5.4 بالسالب. خسائر لبنان المالية بحسب البنك الدولي تعادل 3 أضعاف الناتج المحلي. تعويم الليرة تمهيدا لتوحيد سعر الصرف، طيب يتطلب نسب نمو، يتطلب هيكلة المصارف، يتطلب كابيتال كنترول يوضح لكل الناس شو بده يصير. وبالتالي الخشية، كل الخشية من أن نكون أمام أيام قادمة صعبة في ظل دولار بلا سقوف على ما يبدو، وعليه الخوف، كل الخوف على الانهيار المالي أن يكون في الطريق إلينا في قابل الأيام. وتبرز في هذا السياق أجواء دبلوماسية غربية سوداوية تجاه الوضع اللبناني، حيث تنقل أن المدى الزمني ليس مفتوحا أمام السياسيين اللبنانيين وحدوده من الآن حتى آخر السنة الحالية. نحن من بعد 3 سنين من بعد ما اندلعت الأزمة، بعد ما عنا خطة تعافي، ما عنا خطة لإعادة هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي، ما عنا خطة لإعادة هيكلة الدين الداخلي وخصوصا الخارجي، رح يكلفنا 15 مليار دولار فريش، ما عنا حكومة، ما عنا رئيس جمهورية، وعنا برلمان متشتت. البلد صار عايز قرارات سياسية سريعة، انتخاب رئيس جمهورية سريع، لأنه البنك المركزي ما عاد عنده بقى احتياط غير 10 مليار، كان عنا 30 مليار بأول أزمة. البنوك ما عم تقدر تلبي المواطنين مثل ما كانت تلبي بالأول، فاتين على أزمة سيولة وملائة بقطاع المالي والمصرفي. فما هو الحل إذن لتدارك هذه الأزمة؟ بدنا قرار سياسي على 3 محاور. الأول هو إعادة الكهرباء على لبنان، لأنه هذه بترد الإنتاجية 20% زيادة، ضبط الحدود لنفوت 3 مليار دولار زيادة على الخزينة سنويا، وخطة لإعادة النازحين على بلادهم، لأنه هون عم بيكلفوا البلد كمان 3 مليار. بهالثلاث قرارات سياسية من أول ناتج محلي تقريبا ب50%. هل برأيكم سينزل الوحي على السياسيين اللبنانيين ويقوموا بكل تلك الإصلاحات؟ سنتابع باهتمام إجاباتكم في التعليقات.